أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أن المشاركين في ملتقى دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية توصلوا إلى توصيات تم عرضها ومناقشتها خلال جلسات اليوم الختامي. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس عن اللافي قوله في مؤتمر صحفي عقده في ختام الملتقى أن المجلس يأمل في وضع نموذج للعدالة الانتقالية في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا. اليوم توصلوا إلى توصيات، عرضت هذه التوصيات من في ختام هذه الورشة العمل. هذه التوصيات محل اهتمام لنا كمجلس رئاسي في دعم ونجاح مشروع المصالحة الوطنية، بحيث نستطيع أن نضع نموذج للعدالة الانتقالية في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، ونؤكد بأننا لن نهمل حق الضحايا وهم المعنيين كما قلت بمسار المصالحة الوطنية.